بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي على بني إسرائيل لما امتنعوا من الجهاد في سبيل الله لتخليص بيت المقدس، وقالوا ما قالوا من الكلام القبيح، حين ذاك عاقبهم الله عز وجل بالحرمان من هذه الأرض وإصابتهم بالتيه في الأرض، وبمدة 40 سنة، وليس مدة يسيرة. قالوا: والحكمة في ذلك والله أعلم، من أجل أن يفنى هذا الجيل المترف وأن ينشأ جيل قوي ينشأ في البر وفي الصحراء ويتعود على القوة بدل الرفاهية التي كان عليها بنو إسرائيل والرخاوة التي كانت فيهم والترف الذي استولى عليهم، من أجل أن ينشأ جيل قوي يقوم بهذه المهمة العظيمة. ولذلك حصل ما أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك، فنشأ جيل بعد ذلك، وقادهم يوشع بن نون عليه السلام بعد موت موسى، قادهم يوشع بن نون عليه السلام، ودخل بيت المقدس ظافرا منتصرا وخلصه من أيدي الكفار، لأن موسى عليه السلام وهارون ماتا في التيه، ماتا مع بني إسرائيل في التيه، وتحمل الراية من بعده فتاه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وكان معه من ذرية هؤلاء أو ممن صلح من هؤلاء وقوي، معه جيل قوي مؤمن، فحاصروا بيت المقدس وانتصروا على العدو وخلصوا بيت المقدس من قبضتهم، فلا تأسى على القوم الفاسقين. وهذه القصة التي ذكرها الله في هذه الآيات عن موسى وقومه تدل على مسائل عظيمة نستخلص منها ما يمكن. فأولا يؤخذ من هذه الآيات أن الإتيان بالقصص أو القصص للأمم الماضية مما فيه عبرة وما فيه موعظة أنه أمر مشروع، فإن الله قص علينا ما حصل لموسى عليه السلام مع قومه وما انتهى إليه الأمر، فالقصص الصادق والواقع هذا فيه موعظة. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فالقصص الصادق والأخبار الصادقة فيها موعظة وعبرة. ويؤخذ من هذه الآيات بيان تاريخ بني إسرائيل مع الأنبياء، وذلك تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أن يصبر على ما أصابه من قومه من مجابهات ومصادمات مع الكفار لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن بني إسرائيل هم أفضل أهل زمانهم. قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فهم أفضل أهل زمانهم لأنهم
أهل كتاب وأهل إيمان في الجملة. ويؤخذ من هذه الآيات تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى من أجل أن تشكر. وموسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ويؤخذ منها شكر نعم الله عز وجل والتحذير من كفرها، ولهذا قال: ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويؤخذ من هذه الآيات معجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه جاء بأخبار الأمم السابقة كأنه شاهدها وحضرها، ففيه إقامة الحجة على نبوته صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا جاء بهذا الكتاب العظيم المشتمل على العبر والبينات والبراهين القاطعة مما لا يستطيع أحد أن ينكره أو أن يرده. وفي هذه الآيات أيضا أن الجهاد في سبيل الله شريعة قديمة وليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين يقولون إن الإسلام وإن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقتل والقتيل وأن الإسلام دين دموي وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة، هذا يرده أن الجهاد شريعة قديمة وشريعة ماضية إلى أن تقوم الساعة، من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. فها هو جل وعلا أمر موسى عليه السلام أن يغزو ببني إسرائيل إلى بيت المقدس، وها هم بنو إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فالجهاد شريعة قديمة في الأديان السابقة وليست خاصة بالإسلام، وذلك أن الأمم البائدة كانت إذا كفرت بالله وعصت الرسل أخذها الله بالعقوبة العامة كقوم نوح وعاد وثمود، ثم إن الله جل وعلا جعل الجهاد يقوم مقام العقوبة العامة، فشرع الجهاد في سبيل الله بعد مضي الأمم البائدة، شرع الله الجهاد في سبيل الله وسيبقى إلى أن تقوم الساعة، فالجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة. ففي هذا رد على الذين يتهمون الإسلام بالدموية، تعطش إلى الدماء كما يقولون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.